نظمت المؤسسة العمومية الاستشفائية المنصورة بالتوأمة مع المؤسسة الجامعية أول نوفمبر وهران أيام طبية جراحية في أمراض النساء والتوليد، وحوالي 60 مريض على لليوم الثاني إن شاء الله، وندعو الشفاء العاجل لجميع مرضى. السلام عليكم، معكم دكتور مغراوي، طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد بالمنصورة. دونك هذه الأيام قمنا بأيام جراحية من أجل التكفل بمرضى تاع المنصورة للقيام بمختلف العمليات الجراحية لأمراض النساء من مختلف الأنواع، القيصرية، المنظار الرحمي، العمليات بالمنظار، مختلف العمليات لاميوميكتومي، ليستيريكتومي، دونك للتخفيض من الضغط على المستشفيات، وان شاء الله نلحقوا صفر مرض في قائمه الانتظار. خدام هنا في السبيطار، والحمد لله رانا نخدموا خويان خويان، والمريض اللي يجي نقوموا به، ماشي نقولوا خدمتنا هذه ولا، الحمد لله، واللي قدرنا نعاونوا بها نعاونوا بها. والحمد لله ورانا خدامين ورانا ناكلوا في الخبزه ورانا ناكل خويان هنايا. والحمد لله يا ربي. كي السبيطار الكل، كي الفرمليات، كي الطب، كي الخدام، كي العساس، كي حنايا الوف، رانا خويان. والمستشفى الكلية. السلام عليكم. أنا راني خدامة هنا في السبيطار هذا، ولي مالاد إن شاء الله نتكفلوا بهم الشيء اللي نقدروا عليه، وإن شاء الله يروحوا راضيين ويروحوا لاباس عليهم، وشي اللي علينا نديروه واللي قدرنا عليه حاجة زيادة قدرنا نزيدوها إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يجيب شفاء كاع لي مالاد. وبمناسبة هذه الأيام الجراحية، الأسبوع الجراحي لأمراض النساء والتوليد الذي يدوم من 7 إلى غاية 10 جويلية، وتزامنا مع كذلك عيد الاستقلال والشباب، ارتأت المؤسسة لتنظيم هذه الأيام الجراحية لفائدة مرضى الولاية، هي الولاية خاصة، مش خاصة بالمنطقة تاع المنصورة. والحمد لله الأمس واليوم مرت العملية بنجاح، حيث تم إنجاز أكثر من 30 عملية، 30 إلى 32 عملية بنجاح، وما زالت العملية مستمرة إلى غاية يوم الأربعاء 10 جويلية. وإن شاء الله كافة المرضى تاعنا إن شاء الله يستفادوا من هذه الأيام الجراحية، ونتمنوا الشفاء العاجل لكل مرضانا بخصوص النساء تاعنا، سواء الحوامل أو الحاملين للأمراض النساء والتوليد. وإن شاء الله هذه الأيام هذه العملية ستكرر لاحقا إن شاء الله، والشكر موصول للقائمين على هذه الأيام بالخصوص السيد مدير المؤسسة والأعضاء وكافة مستخدمي الإدارة والطاقم الطبي والشبه الطبي، وكذلك نشير إلى التواجد معنا إلى الطاقم الطبي على أعلى مستوى، ضيوفنا الكرام الأستاذ وأربع أطباء أخصائيين اللي جاونا من ولاية وهران، نرحب بهم، والذي هما ثمنوا هذا الأسبوع بتواجدهم معنا. وإن شاء الله إن شاء الله تتكرر هذه المناسبة في الأيام القادمة، وإن شاء الله الشفاء العاجل لكل المرضى ولكل اللي إن شاء الله يستفادوا، إن شاء الله اللي عنده مشكل إن شاء الله في أيام كما هذه، في مناسبات كما هذه، راح يستفاد. وشكرا أنتم، شكرا على هذه الزيارة.